من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نعم، لأن ليس كل من أراد الدنيا حصلها. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ولابد أن نعلم أن هذه دنيا وهي دار ابتلاء، دار اختبار، دار امتحان، سجن المؤمن، جنة الكافر. بعض الناس يريد أن تكون هذه جنة وهي دنيا، دار فيها العمل الصالح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لابد أن تعمل لآخرتك، لأن من يندم يوم القيامة ماذا يقول؟ يقول يا ليتني قدمت، كيف قدمت لحياتي؟ لأن هذه ليست هي الحياة، الحياة هناك. قدمت لحياتي يعني قدمت لآخرتي. فكثير من الناس اليوم يريد هذه جنة وهي دنيا. نعم، قال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم، اقرأ. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى أو الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، اعقد النية على الامتثال. جاء النهي، اعقد النية على الكف واستعن بالله. أو عذاب أليم، قال حجارة تنزل من السماء. نعم، هذا فيه التحذير من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال تعالى نعم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم، قلنا فيها الشرك في الطاعة، اتخذوا أحبارهم علماءهم ورهبانهم عبادهم أربابا، قدموا طاعة هؤلاء على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم ترى إلى الذين يزعمون، يعني زعموا، يعني هذا فيه تكذيب لهم. ألم ترى استفهام إنكاري، إلى الذين يزعمون، لماذا قال يزعمون ولم يقل آمنوا؟ ما السبب؟ لأنهم يريدون أن يتحاكموا للطاغوت،
فهذا الذي يريد يتحاكم إلى الطواغيت ماذا به؟ ها؟ أمر أن يكفر بالطاغوت قبل أن يؤمن بالله. ألم تر إلى الذين يزعمون، يعني زعموا، يعني ادعوا كذبا الإيمان، نسأل الله عليه السلام، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، في أن القرآن منزل لا مخلوق، وأنه كلام الله، وإثبات العلو لله سبحانه وتعالى. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، نؤمن بجميع الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، نؤمن بجميع الكتب وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائه القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام، ونؤمن بما فيها من أخبار وأحكام، وأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن ناسخ لهذه الكتب، نؤمن بها لكن لا نطالع ما فيها، لا نطالع إلا ما ورد في القرآن والسنة. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما الدليل الزعم؟ قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا قبل الإيمان بالله أن يكفروا بالطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. الله سبحانه وتعالى يريد لنا الهداية، ويريد الشيطان نسأل الله العافية والسلامة أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، الأصل أن تقول رأيتهم يصدون عنك صدودا، لا، هنا إظهار في موضع إضمار، قال رأيت المنافقين، يعني هذا ما يحدث إلا من منافق ظاهر النفاق. ولهذا في القصة قام عمر رضي الله عنه وقال إنك منافق، صحيح، لأن المؤمن لابد يحكم الكتاب والسنة. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فإظهار في موضع إضمار حتى يكون الحكم عليهم أن هذا لا يمكن يقع إلا من منافق. فالمؤمن حقا يحكم الكتاب والسنة، والمنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر نسأل العافية والسلام، ويريد أن يحكم الطاغوت ويدفع الرشوة وما إلى ذلك. نعم. وهذا يقول شيخ الإسلام في موضع إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، يقول إذا قيل لهم، لهؤلاء المعطلة وكذا، إذا قيل لهم تعالوا نحكم القرآن والسنة ونثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، إثبات مع تنزيه، قال لا، تعال نرجع إلى كذا وإلى كذا. نعم. قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني قلنا هؤلاء يريدوا أن يوفقوا بين هذا ما عليه أهل الكلام والمتفلسفة وغيره، وافقوا خالفوا ليس لنا علاقة بهم، علماء المنطق والفلسفة واليونان وما إلى ذلك. هذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.